تنشكر الموقع ديالتي في التبريس في شخص عبد العالي البوعرفي عند الصراحه ديالو النزاهه ديالو. وفيما يخص المقابله التكريميه ديال اليوم تنشكر الجميع، تنشكر الطاقم التقني، لاعبين السابقين، لاعبين الحاليين، وما كرهناش تيفلت ترجع العطاءات ديالها والامجاد ديالها وتضاف الجهود ان شاء الله، وما كرهناش في الروتور الفرقه نوصلوها ان شاء الله للبراج. وتنشكر الاخوان اللي داروا هذه المبادره الطيبه، لان علاش خصنا نكون خوت بيناتنا ونضامنوا بيناتنا، لان المدينه محتاجه اللاعبين والطاقم التقني والجمهور باش نردوها للامجاد ديالها القديمه.